الأستاذ دكتور عمر هيكل، هيكلمنا عن موضوع قريب من الموضوع اللي فات شوية، جوندس with high transaminase. تفضل يا بيه. وبشكر الدعوة الكريمة من الأخ العزيز الدكتور عبد الفتاح حنو ودكتور مدحت السحار، وعملوا يعني very good scientific event. خليها، وطبعا سعيد بوجودي في وسط الصحبة المميزة دي. خليها لا سلايد شو، سلايد شو مش كده صح كده، سلايد شو كده لا اوكي كده صح. يعني عشان كده بقول لهم يعني مشكرين يعني، وعشان كده بنديهم باقة من الورود عشان موسم الربيع، ونذكر طبعا شركة ترند فارما لاختيارها هذا المكان المميز. هو دي حركة ظريفة فعلا تعبتني شوية. هو ميل بيشن 29 سنة، كان اولد انجينيرنج، كان انجينير اصلا مهندس. جانا اور كلينيك في اول مارس 2019، واحد تاني حافظ التاريخ لانه اللي عنده علم في الواحد قوي. كان جاي عنده ايزي فاتيكابيليتي، عنده ماركت ويكنس، كان عنده ديب كالوريشن في اليورين، وكان ديب جوندس، وطبعا كان عنده اتشنج مارك موجوده، وكان في سم اتاك اوف نوزي اند فوميتنج. هو قبل ما يجي لي كان عنده سيك ميديكال ادفايس من اسبوعين، وكنا احنا كنت انا السيرد ريفيرال، والمشكله طبعا ان كانت اخته دكتوره فجايه معاه، فدي كانت لحد ما يعني بتسال اسئله كتيره وبتعمل كل الانفستيجيشن او الحاجات اللازمه بالنسبه له. طيب قفل ليه كده؟ ما بيقلش ليه؟ انت شو يعني ولا ايه؟ F5 وندوس اللي هو برضه نجيب تمام شو تاني يعني. طيب ما علينا. طبعا العيان كان توكسيك ال، عن شكله ال، واحد بيجي لك العياده شكله فيري توكسيك او اكشولي ال، عندي ديب جوندس، وكان كونفيوز وعنده سكراتش مارك في الابدومن، بلاد بريشر بتاعه كان نورمال، الحراره كانت وزين نورمال رينج، البالس بتاعته كان لحد ما ربت تاكي كارديك، افريج بيلت يعني كان خس حوالي كيلو كيلو ونص. طبعا جايب مشكله او ميديكال بروبلم موجوده، ما كانش فاميلي هيستوري ليفر ديزيز، طبعا بنسعى الحاجات دي اكشولي كده فعلا، فيش ترافل لاي اندميك اريا موجوده، ما كانش عنده سبيسيفيك هيستوري اوف دراجز، ما هو جاي لي بمشكله. هل خدت دراجز قبل كده؟ هو مش كيف دراجز، هو مهندس ملتزم جدا ومهذب قوي، وكان تبع شركه بترول تقريبا، فكان عنده الاكسس لللاب كتيره. قال لي افري ناو اند زين بيجي له صداع، باخد تامي فلو، باخد كولدن فلو، حاجات افري ناو اند زين مش فريكونت. طبعا اكزامينيشن كان الابدون بتاعته لاكس، ما كانش فيها حاجه، فيش تندنس ولا ريجيديتي ولا ديب جوندس، كان في عنده مايلد هيباتوسبينو ماجالي. يعني عاوز اقول ايه؟ ما كانش سيرجيكال ابدومن، او ما كانش في حاجه بتاعه سيرجري موجود ان انا افكر فيها بهذا المنظر. هو كان ديب جوندس مع فيري هاي ترانسامينيز. طبعا العيان كانت اخته جايه مع الدكتوره شايله لي فايل كبير قوي كده، قعدت الف فيه طبعا، قرح لي كذا واحد قبل كده، حسيت ان انا في مشكله او بروبلم موجوده عاوز اوصل لحل يا رب. كان توكسيك لوك وفي عنده مايد لوس اوف ويت. دي الاتحاد بتاعته اللي موجود، لو حضرتك شفتوها دي يمكن بعد اسبوع 10 ايام. كان عندي بالوبن بتاعه كان 11 وشويه، كان ميلي دايركت ده هيباتو سيلير. ترانسامينيز زي ما حضرتك شايفين كان 2700، والاي ال تي كان 1500 وشويه. اكلاينس فاتيز كان 177 يعني مره ونص الطبيعي. جاما جي تي كانت عاليه، وسيرم البومين كويس، فاذا ده مش كرونيك ليفر ديسيز، ده اكيوت ليفر سيل انجري مع فير اي ترانسامينيزس وعندي ديب جوندس، ده حاجه هيباتيتك كوزس اوف ليفر انجري. طبعا شفنا الفيرال ماركر كلها نيجاتيف، هيباتيتس اي بي ان سي كل الحاجات نيجاتيف، بيشتغل بقى الفيروس سيتوميجالو فيروس كل الكلام نيجاتيف. فكرت طبعا تكون حاجه اوتو اميون كتفكير عادي، ما انا عندي هل ده بص هيباتيتك هيباتيتس اي ولا بي نيجاتيف. وصل انه عمل بي سي ار، قلنا ده اميونو كومبرمايز بيشن، البي سي ار حتى البي وسي كله كان نيجاتيف، قلنا ده اوتو اميون. طب عمل اوتو اميون بروفايل كانت كلها زي ما حضراتكم شايفين كلها الليفر كيدني مايكروزوم الانزيم بتاع تايب 3 نيجاتيف، الانتي ميتوكوندري انتي بودي، والانتي سموث ماسل انتي بودي كانت 1 على 20.
بعض الناس قلت لا ده اوتو ميون. اوتو ميون عشان تعمل لي كده تعمل لي very high antibody. اذا كان انتي ميتوكوندريال انتيبودي سموث ماسل انتيبودي 1/60 وانت طالع، لكن 1/20 دي nothing او موجود عند اي حد فينا. يعني مش هي دي البيكشر بتاعه الاوتو ميون هيباتايتس. الاوتو ميون يبقى عندي 1/80 1/100، فدي مش بيكشر بتاعه اوتو ميون. الحاجه الثانيه مش الكهوليك، ده ملتزم جدا، مش بتاع دراجز اديكشن او حاجه زي كده. طيب اوتوماتيك في حاجه زي كده هتسرد قدام عينك انت بيت الاذر كوز اوف كرونيك ليفر ديزيز. هل دي حاجه ميتابوليك ليفر ديزيز؟ وده اللي حطيته، ما انت هو لا فايرال ولا دراجز كويشن مارك موجوده بس مش باينه، لا الكوليك، فكر في ميتابوليك. هل دي ميكروماتوزس؟ هل ده ويلسون الفا تريبسن ديفيشنسي؟ دي كل ده اللي انا حطيته ان ذا فيرست امبريشن. ترانسامينيز قلنا 8 فولد، بيدروبين كان 14 mainly direct، الفيرال ماركر نيجاتيف، اوتوميون بروفايل كانت وزن نورمال رينج، الشامبر فيروس والسيتوميجالو كانت نيجاتيف، مفيش دراجز في الاخر 3 اشهر. كان زي ما قلنا هو فلو وبياخد بعض الانالجيزيك ايجنت زي اللي هم بنادول ساينس او تامي فلو او حاجات من هذا القبيل. طيب الله، هل انت بتتعرض لبعض الهبات توكسيك ميديكيشن؟ هل بتشال مثلا في حقل بترول، او انت مهندس زي ما شفنا قبل كده بترش مبيدات حشريه؟ كل الكلام ده مع ماين. قال لي لا انا راجل بتاع الكمبيوتر ومهندس كمبيوتر قاعد على الكمبيوتر، فهو مش اكسبوز لاي هيباتوتوكسين ماتيريال موجوده. دي كات ان ماي مايند، ما انا شال ازاي؟ انا ماشي بالاكسكلوجن كريتيريا دلوقتي، لا هيباتيتك ولا فايرال ولا اوتو اميون ولا الكوليك ولا هيباتوتوكسين، تبقى ايه يا رب؟ ما نشوف. اذا ده الشتامبر فيروس وسيتوميجالو فيروس هيباتيتس سي والهيباتيتس بي فيروس كلها كانت وزن نورمال رينج. هيباتيتس اي كانت نيجاتيف تاني، دي نفس القصه برضو. البسلومين تايم كان الى حد ما 68%، يعني الاي ان ار 1.3. سي بي سي لو شفنا حضراتكم الهيموجلوبين بتاعها كويس. اللي عندك برضو كانت حاجه غريبه، كان عنده مايلد لوكوبينيا، لوكسيتيك كاونت كان 2.5. طبعا قبل جائحه الكورونا كان ليمفوسايت كاونت عندي وزن نورمال رينج، بليتت كاونت كويسه. اذا ده مش كورونيك، ده اكيوت هيباتو سيلولر انجري موجوده، او حاجه كيوت هيباتيتك ليجن موجوده عندنا هي السبب بتاعها. دي بيت الحاجات اللاب اللي كانت بتعمل افري ناو اند ذن. زي ما قلنا فكرنا حاجه ميتابوليك ليفر ديزيز، هل ده ويلسون؟ ففكرنا في ويلسون. قال هيموكروماتوزس. الحاجه اللي كانت غريبه بالنسبه لنا ان كان عنده يوريني كبر، او الكبر في اليورين كان عالي، كان 247 ونورمال عندي 50. فابتدينا نفكر هل ده ويلسون ديزيز ولا لا؟ فمشيت انا بصراحه في هذه السكه. طيب طلبنا كاسه فلاش رينج نيجاتيف، سيروبلازمين وزن نورمال رينج، السيرم كبر كويسه. الله، الحاجه الثانيه ايه؟ الويلسون مش بيبقى فيه ميل اكتر، وعندي دايما في الويلسون ديزيز الحاجات اللي شفناها عندك ابنورمال موفمنت، في ابنورمال سايكولوجي، في نوع من نيورولوجيكال ليجن موجوده واتيفر هي شكلها ازاي. ما كانش عنده نيورولوجيكال ليجن خالص، ده كونشس والرت، لا ابنورمال موفمنت موجوده ولا سايكولوجيكال ابنورماليتي ولا سيزر موجوده، كايسر فلاشر رينج مش موجوده، بعته حد بتاع افثالمولوجي عندنا في الجامعه، كان كل الكلام ده نيجاتيف. سيروبلازمين كان 29.3 والنورمال لغايه 30. ده بالعكس اعتبر سيروبلازمين ده هاير. اذا ويلسون ديزيز يعني مش موجود عندنا او مش موجود في هذا الاعتبار. وحتى جاب لي شهاده بتاعه الهيباتيتس سي ان هو ما عندوش حاجه. هل ده عنده ابستراكت بروفايل وانا مش شايفها؟ هل العيان ده عنده نوع من الانتر هيباتيك كوليستيزس مش باينه عندي، بس انا عندي كلامس بتيز 1.5 وجاما جي تي عاليه؟ طيب قلنا ده هل ده كوليستيزس، كان جاما جي تي عاليه 3 فولد، وكان ال فيلوكوبينيك موجوده، كلايمس بتيز كان مايلد اليفيشن، عملنا له ام ار سي بي مفيش. اذا مش كوليستاتيك ولا حاجه ابستراكتيف، ما عنديش انتر هيباتيك بايل داك دايليتيشن ولا اكسترا هيباتيك، مفيش ماس
التا ساون كانت مايلد هيباتسبينوميجالي، هل دي كانت اولد انفكشن موجوده؟ قعدنا نسال عليها. قلنا برضو كان الاول نفكر في ويلسون، فضربنا الجين اللي هم اي تي بي 7 بي جين ميوتيشن في ويلسون ديسيز، ده يمكن بياخد له اشهر ومكلف جدا بيوصل 2000 3000 جنيه. المهم الترا ساوند مايلد هيباتسبينوميجالي، وكان لا انترا ولا اكسترا باتك باي داك ديليتيشن، فيش اوبستراكشن. عيان خرج يعني وبيتابع معايا بالتليفون وبتكلمه، واصبح فيه نوع من الريليشن شيب، عاوز اوصل لحل. وفاجأ دكتور عمر الحق، ده مصطفى تعب قوي وعنده نوزيا وفوميتنج وفيفر، نعمل ايه؟ قلت له دي اقرب مستشفى وبعيد عنك، عيان عنده نوزيا وفوميتنج وفيفرش هاي ترانسامينيز، دي اقرب مستشفى. طبعا الحاله جت وورس، قال له ديب جوندس فير هاي ترانسامينيز ونوزيا ابدومينال بين، والعيان بقى توكسيك كونفيوز، دخلوا اقرب مستشفى جنبيه في البيت اللي موجوده، نعمل كات سكان وكونتراست ونعمل ماتش مور لاب عشان اوصل لحل. المهم الكات سكان برضو دخلت لنا في كونفيوجن تاني، قال لك عندك فالسفورم ليجمنت بريزنتك اب نورمال بورتال فين سبلاي، عندك تو هيباتيك سيستم موجوده وفيها منجيوما بس ما فيش ليجن تاني موجوده اتكلم عليه، وكان عنده بالك سبلين ابتدى عنده مايل اسايتس، ودي كانت مش معنى كلينيكال. اللاب الثانيه نفس السيناريو، عندي الكوبينيا موجوده. طيب خد علاج ودخل المستشفى، قلت له خلاص نكلم المستشفى نوصي عليه، والحظ دخل المستشفى تبع قوات مسلحه يعني عنده، فكان في لينك بينه وبينه هو كلمه. رحنا شفناه في المستشفى، راجل طبعا توكسيك واكشوالي ال، وفاجئ ان هناك الجماعه اللي موجودين كان السنتر ده بيعمل ليفر ترانسبلانتيشن، وعرضوه على السيرجن وبيحضروا ليفر ترانسبلانتيشن. طب ايه التشخيص يا جماعه؟ ما عايزين نعمل ليفر بيبس. اللي كانت مكتفانا اللي هم الهاي بروسومين تايم، ما هو ده كده، ما حدش ليفر يعمل ليفر بيبسي في اللي هم بروسومين تايم 68%. ما انا اقول لك اللي حصل، ما توقف تعال ليفر بايبسي، ما قلت الحل هو كده. ما انت بتتكلم كلينيكالي وبايوكيميكال وسيرولوجيكال والترا ساوند وليفر بايبسي، واحده واحده اكمل لك. بس هنعمل ليفر بايبسي، هو ليه مش اكتيفولوجي الاي جي ام بتاعه ما اتعملش؟ اتعمل، ما كانش فيه نورمال. لا اي جي ام هو سيرفيس انتيجين نيجاتيف، حاله زي دي جايه لحضرتك من فين؟ بعد فتره ممكن يكون سيفير اكيوت، ممكن يبقى اكيوت هيباتايتس بي اللي هيشخصه الاي جي ام. عملنا الاي جي ام، هقول لك بس عملنا الاي جي ام نيجاتيف، وبالعكس اخته كلمتني بعد كده هيباتايتس بي فيروس دي ان هي كان نيجاتيف. ما اللي بيساعدك ايه؟ ان في حد دكتور موجود، فده بيسال لك الاتاك المسؤوليه بتاعتك كانت نيجاتيف، بالعكس يا اسطى انها تعمل هيباتايتس بي فيروس دي ان هي طلع نيجاتيف. خد بتاع ده بنادول ساينس، وخد ترايميد، وكان بيخبر استامول. لا كان بياخد دراجز، فمخ راح تاني ان الدراجز ليها رول، وهي دي النقطه اللي موجوده. متهيألي كانت نورمال يا دكتور مجدي، بس اوريها لك برضو. لا كانت كويسه، ما هي كانت كانت وزن نورمال الى حد ما، حسب ما انا ان ماي مايند انا بصيت عليها طبعا كانت وزن نورمال رينج الى حد ما، كانتش عاليه. هزينا في كانت كام؟ اثنين اثنين كانت كويسة. ما كل ده ما انا في مشكلة موجودة، ما هي لا هيباتيتك ولا دراجن ديوس ولا توكسن موجودة ولا اوت اميون. طب يبقى ايه طلع فين؟ المهم دخل مستشفى هناك، فقلنا طبعا يتعمل ليفر بيبس مستشفى، مستشفى القطن بتاعك كانت مستشفى مجهزة وكويسة. طبعا اللي ضايقنا ان السيرجن هناك لموا حاليه وقال لك ده يعمل ليفر ترانسبلانتيشن، طلبوني اروح اشوفه. طبعا استاذنت من الناس اللي موجوده هناك، عندك هنا الاذون فين؟ نفس القصه يا مجدي، كويس مفيش حاجه. فروحنا شفناه، دي بعض اللاب اللي هي كانت موجوده اللي هم كان عندنا. طبعا العام بقى كونفيوزنج بري هيباتيك انكفالوبس، داخل انتنسيف كير البروبن عالي اكتر والاي ان ار ابتدى يزيد معانا اكتر، فده اللي كتفنا في الليفر بايوبسي، هو ده كان حلها كده. طبعا خاصة بورت تريتمنت وظبطنا كواجريشن بروفايل فيتامين كي اند فريش فروز بلازما عشان اعمل ليفر بايوبسي عشان يحل لي المشكله. بقول لك ايه اللي بيحصل، ان ساعات بيجي لك لاب
وداتا بتخليك شيفتنج. فهي دي نقطه موجوده. المهم هل لما تولي كولسون ديسيز كايس كانت نيجاتيف مفيش نيورولوجيك مانيفيستيشن سيروبلازمين سيرم كبر كان نوزين نورمال عملنا ليفر بايوبس بعد ما حصل كوركشن للبروسومبين تايم. المهم السيرجن زي ما قلنا قال لك يعمل ليفر ترانسبلانت وكان يعملها بس ما لقاش دونر فخرج. طبعا العين عليهم بعد 18 يوم خد سبورت تريتمنت فيتامين كي فريش فروزن بلازما وتحسن وخرج من المستشفى الحمد لله. ابتدت الليكوبينيا موجوده الايزونوفيل كانت وزن نورمال رينج البروم بقى 11 والمينلي هيباتيتك والترانسامين ابتدت تنزل شويه على نون سبيسيفيك تريتمنت. ده اللي هو اللي حصل سبورت تريتمنت فيتامين كي وحاجات زي كده. بسومن تايم على 20 ابريل ابتدى العين يتحسن على نون سبيسيفيك لاين اوف ثيرابي ابتدى البروم بتاعه ينزل السيرم كبر نورمال سيروبلازمين بقى نورمال كايس مفيش كايس فلاش رينج. اذا ده مش ويلسون ديسيز. عملنا ترانسفيرين ساتوريشن طلع نورمال لان في لاب جاي هجي لحضراتكم كان عندنا سيرم فيرتين 3000 وشويه. الله في السلايد اللي فات وريها لكم كان انا الله اهي بالظبط كده عند هيموكروماتوزس. ما انا بقول لحضرتك فعملنا ترانسفيرين ساتوريشن طلع زي النورمال رينج. لو الدياجنوستيك ليا ترانسفيرين مش سيرم فيرتين وكلنا في حالات كورونا حاليا عارفين سيرم فيرتين عندنا فيري هاي فشلنا الميتابوليك ليفر ديسيز لا ويلسون ولا هيموكروماتوزس ولا الفا انتيبسين ديفيشنت. انا جاي لحضرتك والله بالظبط كده زي ما ساعتك قلت. طبعا عملناها ليفر بايوبسي وتحضر ليفر بايوبسي راح عمل ليفر بايوبسي. طبعا دي كنا بنراجع بقى الويلسون ديسيز هم طبعا بيبقى عندي شويه اكسترا بيراميدال مانيفستيشن موجوده السيروبلازمين بيبقى اقل من 20 وده عندنا كان 30 اذا هو مش ويلسون. افثالمولوجيكال الكايسر فلاش رينج وعندنا الايمج اللي موجوده اغلبها كانت حالات نيورولوجيكال او سايكولوجيكال دي ما كانتش موجوده وده موضوع كايسر فلاش رينج. طب اعمل ايه؟ انا قلت العيان ده بعد كده هل ده دراج انديوس؟ هل التامي فلو اللي كان مش بتاع ده الكونتا فلو او ترايميد ليه دور؟ ما كانش عندي اذر اورتيرناتيف نو واي اعمل ايه؟ انا في مشكله موجوده اعمل ليفر ترانسبلانت والعين تتحول من المستشفى للثانيه فابتديت معاها كورس كورتيكوسترويد ده اللي عملته فعلا نو واي ما مش هعمل اعمل ايه؟ ستارت كورتيكوسترويد 30 ملغ ابتدى جرادوال تابرنج ومشي على مينتنس حوالي 10 ملغ العين اتحسن كلينيكلي واللاب بقى كويس جدا كل حاجه نزلت مشي على حاجات زي كده. عمل ليفر بايبس طلع اكتف ليفر سيروزس بيس مين نكروزس اوتو ميون ليفر ديزيز كونفيوزنج اكتر. قالك ده اوتو ميون ليفر بايبس ما هي مش اوتو ميون ما احنا عاملين ماركر من زمان وطلعت ما انا بقول لحضرتك الليفر بايبس طلع ايه؟ كانت كونفيوزنج بالنسبه لنا اكتر ما ردش على السؤال برضه قالك ده اكتف سيروزس. المهم العين قاعد ماشي كويس جدا وده في شهر 5 اللي فات في شهر 5 ماشي على الكورتيكوسترويد بتكلم معاه وبرغي معاه وجالنا عندنا مستشفى جامعه مصر هناك قعدت معاه مده ظريفه وبقينا انا هو خلاص اصحاب وحبايب والعين ماشي كويس جدا وقلت ده دراج انديوس والدنيا مشيت كويس لغايه اكتوبر. العيان دكتور عمر الحقنا خير ست مالك يا دكتوره رابد ديكلايننج رابد بروجريسيف كورس اللي موجوده ذا رايت ترانسامينيز بدروب شوتينج تاني دخل هيباتيك انكفالوباسي اكيوت كيدي انجري مفيش يورين ال وكان بيتحضر يعمل ليفر ترانسبلانت في وادي النيل بعد كده توفاه الله. ادي القصه المؤلمه اللي احنا شفناها مع هذا المريض. ايه رايكم؟ فقلت ده غالبا دراج انديوس ليفر انجري من البنادول ساينس او التامي فلو مش تامي فلو اللي هم ترايميد او البنادول. فده تيبيكال عاوز اقول ايه دي مشكله بنشوفها مش اول حاله ان دراجز ماست بي كونسيدر في كل حاجات الاكيوت هيباتيتك ليفر ليجن موجوده وانكمنيتد هايبر سيتيفيتي رياكشن ممكن العين يضيع مننا وزود دياجنوزس وممكن للاسف اللاب تبقى كونفيوزنج معانا ما تديش الفول بيكتشر الموجوده. فانا دايما اقول يا جماعه انا كلينيشن بشوف العين شكله كلينيكالي ايه واللاب المفروض تبقى تساعدني. انا كنت متخيل ليفر بايبس هيساعدنا
ليفر فيروس دخلتنا في متاهات تانية. واشكركم جميعا بصراحه دكتور عمر رائعه البرزنتيشن. بس انا ليه يعني دكتور عمر اتفضل بوينت صغيره بس في حته ال 24 hours urinary كابر كان طالع فيري شوتينج هاي اه وبعدين حضرتك عملت السيره وطلع نورمال انا بس هنا بحط بهايلايت نقطه بالنسبه لنا كلنا ان الكابر تريس اليمنت يس الكونتينر بتاع 24 hour urinary collection في اني ايجيبشن لاب mostly هيديك bad or misleading results. وعلشان كده الحتة دي نشيلها من دماغنا لازم قبل ما يعني زي ما حضرتك عملت تفضلت السيرم وعملت الكايسر فريشر رينج لكن very common very common very common في اي معمل ايا كان الاسم بتاع المعمل ايه لانه هو تريس اليمنت والكونتينر اللي بيجمعه فيه البول بتاع ال 24 ساعه ما هو ده لازم يكون سبيشال كونتينر ويكون صح. مضمون ان ما يطلعش منه كبر. دي اول نقطه. تاني نقطه بس اللي انا برضو عايز اهايلايت عليها whatever the condition of the coagulation status of the patient whatever the coagulopathy يعني اللي هو فيه ايا كان لو كنا هنصل لمرحله ان احنا هنعمل ليفر ترانسبلانتيشن مش عمري ما هقف واقول الكواجيلوباثي منعني من الليفر بيوبسي. انا ليه فين التيبس اذا كنت انا هصرف مليون جنيه على ليفر ترانسبلانتيشن ده انا هركب فاسكولار شيث وهاخد بس البيوبسي يبقى هنا انا بنزف جوه نفسي ما فيش اي بروبلم واتيفر ولا فريش فروزن بلازما ولا اي حاجه وبعدين ما فيهاش التكلفه بتاعه التيبس العاديه لان مفيش ستنت هتركب ولا في بالونات عشان اعمل بارنكايمال تراك ده مجرد هيخش في فاسكولار تشيس من الجاجولر وهيطلع من الجاجولر على الاي في سي على السوبر فينا كيفا وبعدين على الهارت وهيطلع على الاي في سي ويخش على الرايت هيباتيك ويروح ساحب الايه البيوبسي بتاعته ويطلع بيها كلام سعادتك كده مش لا ده انا دي بس بنقطه عشان احنا بقى عندنا كوادر في كل الجامعات وكل المراكز الطبيه دلوقتي اعتقد ان عندها كابابيلتي انها تعمل كده فكان بس انا بهايلايت النقطه دي ان انا ما كنش واصل لمرحله واقول انا ما عملتش ليفر بيوبسي عشان الكواجلوبسي جامد والحاله العيان بتاعي going to die لا so long as it is indicated to be done nothing will contraindicate even severe coagulopathy. كلامك كده صح محمد جدا قوي انا مع حضرتك فيه. الفكره انت مش صاحب قرار هو راح مستشفى انت راح مستشفى مستشفى كبير لا ده انا مش لا انا بكلم انا 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 مع حضرتك ورحت انا زرته وشفته قلت لهم يا جماعه عاوزين ليفر بايوبسي يعني كنت انسست ان احلها ليفر بايوبسي يعني انا مع حضرتك الحل كده ما انت عملت ايه عملت كل حاجه بايوكيميكال سيرولوجيكال ما فيش حاجه اذا الليفر بيوبسي بيحلها عملها بعد كده وللاسف ما ادتناش دكتور عمر بيه لو احنا كنا دلوقتي في ان اكسبليند كوليستاتيك جوندس الدخول بكورتيكوسيرويد هو اتاخر قوي انت ابتديت تكلمه بال 30 مللي بعد قد ايه من تعبه بعد قد ايه خدنا فتره من اول ما تعب لغايه ما حضرتك عملتها له هو انت قلت انه راح لدكتورين قبلك يعني من الدي 1 لغايه ما جال حضرتك وصفت الكورتيزون كان بقالنا قد ايه هو جالي 1 مارس انا فكرت ميتابوليك ليفر ديزيز وكنت ماشي في سكه ويلسون ديزيز بعد 12 يوم تعب راح دخل مستشفى عسكري قعد فيه حوالي 10 15 يوم شفته لما خرج منها بدانا كورتيكوسترويد بعد ما كان عندي بحوالي شهر تقريبا وهو كان قبل كده قبل ما يجي لك بقد ايه كان بقى قبل كده حوالي 10 12 يوم بالظبط كده ما انا مش عايز كورتيكوسترويد غير من الاول اكسكلود ما انا عايز اشخص انا حطيت فعلا ميتابوليك لغيتها فده قلت ايه بقى دراجز طلب نورمال حسن بيه اتفضل يا بيه نوع مين يعني حاجه عظيمه جدا وانا موافق دكتور محمد على الف انا عايز اقول الكلام اللي بقوله ده مش كلامي ده كلام سنه سنه 2010 شغل واحد صاحبي قال لك ان الاي ان ار والكولسترول داز نوت بريديكت لايبيليتي اوف بليدنج في حاله هيباتيك وقال انه البرودكشن اوف بروباجيشن معمول في الهيباتوسايت وكذلك الانتي كواجيليشن في الهيباتوسايت فده قال وده قال والاثنين عندهم هيموستاتيك ريبالانس والاي ان ار ده لا يعتمد عليه بدل نمرة اثنين ان الفيتامين كي لا يعتمد عليه في علاج خالص لان الفيتامين كي ده بوست ترانسليشنال موديفيكيشن
البروتو اجلز اتعملت فعلا، اذا كانت ما اتعملتش فيتامين كده ما بيشتغلش خالص، فلا يوجد اي دور للجنرال لا راس ولا حقن الا لو كان اوبستراكتيف جوندس او مال ابزوربتيف لازم ياخد حقن. الحاجة الوحيدة اللي تعوق بليتلت كاونت، لان عدد البليتلت مع الفانكشن كافي مع الفون في البراند يطلع سفيشن بروثروم سفيشن ثرومبين ويمنع البليدنج. مفيش حاجة اسمها فريش فروزن بلازما، لان العدد الفوليوم اللي احنا محتاجينه في الفترة الموجودة مع قلة الهاف لايف ما تخليش الفريش فروزن بلازما دي لها اي دور خالص. الحاجة الوحيدة في تمنعك من انفيسيف ان يكون بليتلت اقل من 20,000، اكتر من كده اي 50 دي عشان تعمل عملية، انما بيوبسي اعمل بيوبسي في 20,000. نمرة 2، زي ما ساعتك تكرمت، دور الانتي بوديز في الاوتو اميون هيباتيتس مش حاجة كبيرة، وتجدهم احيانا قليلين واحيانا كتار. انا لما اشتبه، وده برضو مش كلام انا، اعمل اي جي جي، عملت ايه؟ عملت جمع لا. لما اجد يعني عملت الاي جي جي والجاما جلوبين كان نورمال، لما اجد ان الاي جي جي نورمال لكنه في الابر فورث يعني فوق 1200، اعمل بايوبسي. اعمل بايوبسي قد لا اجد بيس ميل نكروزيس، في الاكيوت كونديشن اجد اكيوت سنتري لوبيولر نكروزيس، ساعتها زي ما الدكتور مدحت بيتكلم بيحصل ستيرويد تشالنج. ستيرويد تشالنج يعني ادي جرعه واسحبها، سواء كان اوتو اميون سواء كان دراج انديوزد الانزيمز هتنزل، انما لو هي دراج انديوزد وانت شلت الاوفندنج ايجن وسحبت الاسترويدز الانزيم مش هتعلى تاني، لو عادي التاني ده اوتو اميون. البيوبسي دي سخصت اوتو اميون. المشكله بتيجي منين؟ ان هناك بعض الادويه تعمل اوتو اميون هيباتايتس، هو دراج انديوزد دل بيسموه دل دراج انديوز. انا اقول اوتوميون لايك بيكشر ايتو اميون ما يعملوش الباراسيتامول، الباراسيتامول دايركت هيباتو توكسيك دوز ريليتد. انما المشكله هنا هو كان بياخد جرعه قد ايه؟ ايه اللي خليه ياخد بنادول وباراسيتامول؟ ما هو الاثنين دول واحد. وايه الترايميد فلو واخبارك ازاي؟ الفكره في الموضوع لو اوتو اميون هتلاقي اوتو اميون دراج انديوزد، هتلاقي معاه الاوتو اميون بروفايل زي الاوتو اميون ليفر ديزيز، وهينزل كله بالاسترويد. لكن لو سحبت الاسترويد في الدراج انديوست مش هيرجع، لكن في الاوتو اميون هيرجع، لان طبيعته فلكت. وانت ما حصل في الراجل ده راح ورجع وراح ورجع، وده الفلكتويشن بتاع القصه. فطبعا يبدو برضو ان القصص في الطب الحالات قديمه زي حاجه دكتور محسن، في كلام كتير خالص اختلف. انا مع الدكتور ما فيش حاجه اسمها كايبلوبس ريفر ديز يمنع اي شيء خالص. عيان الهيباتيك عرضه للثرومبوزس نوت تو بليدنج، والعيان الهيباتيك العرضه للبليدنج فقط اللي عنده رينال فيلير او عنده انفكشن اعمله هيبرينويد. يعني النهارده عيان الكورونا اللي بتبقى ليفر ديزيز اللي بيخش مستشفى هديله هيبرين، والعيان البورتال فين ثرومبوزس هديله هيبرين. والاستادز اللي شغاله دلوقتي بيقول لك ينفع العيان مجرد ما تشخصه سيروزس قبل ما يحصل بورتال فين سيروزس تدي له بروفيلاكتيك هيبرين. لا، فكره الكواجوليشن في الليفر ديزيز اتقلبت 180 درجه، وفكره الاوتو اميون اتقلبت 180 درجه. استاذنك دكتور عمر بيه ارد بس. طبعا انا موافقك تماما على حته ان الليفر زي ما بيكون الكواجولانس بيكون زي ما البروكواجولانس الانتي كواجولانت، وبالتالي اللي هو دي رينج الليفر هيبقى الاثنين فيه مش مظبوطين. بس الستيت اوف بالانس القائمه اسمها ستيت اوف بريتل بالانس، يعني توازن هش. يعني من السهل جدا زي ما سيادتك تفضلت ان لو البليتلت نازله شويه ان الدنيا تروح قلبه معايا، ان تعرضت لموقف ما في حاجه تانية ادد فاكتور هيحصل، سواء بقى هيميل ناحيه الثرومبوزس او يميل ناحيه البليدنج. لكن بيبقى الامر احنا انا ساعه ما بقول عن الفيزيبيليتي ان انا اعمل في اي كواجيلوبسي بالتيبس، مش معناه ان الفريش فروزن بلازما ملهاش دور. لا، الفريش فروزن بلازما احنا ربنا خلقنا كل كواجيوليشن فاكتور عندنا احنا مش محتاجين اكتر من تلته، 30% مش تلته كمان، 30% تو اشور الفانكشن اللي بيقوم بيها كل فاكتور ده. فلما حسبت هذه القيمه اتقال ان انا عشان اوصل لل 30% كونسنتريشن لو انا ما عنديش حاجه خالص هاخد 12 ل 15 ملليلتر بير كيلو جرام بودي ويت، وده بيتاخد بيأشور نورمال كوايوليشن ستاتس فور 4 تو 6 اورز. بعد كده هترجع تاني
للاوريجينال ستيتس. وعشان كده ايه تلاقي حضرتك يدخله العيان المستشفى والجراح يجيب باطني والباطني يقعد يدي العيان فريش فروز بلازما ثلاث مرات في اليوم ويجي يقيس له الصبحيه الاكتي زي ما هو يتخانق معايا يتخانقوا مع الممرضه ابدا. القضيه انت ادي الفول دوز از اتيز قبل ما هتعمل مثلا العمليه بتاعتك اللي انت ناويها بس بالدوز كده 12 ل 15 ميلي للكيلو جرام وسنجل دوز. لو انت عن ست ساعات في الشغل بتاعك هتحتاج نيكس دوز. هنا هتيجي المشكله اللي قالها الدكتور حسن بيه الفوليوم ده اي هارت هيتحمله لان ده فوليوم كبير جدا. فيتامين كي برضو عشان اكمل بس الدكتور حسن فيتامين كي بيستلزم وجود نورمال ليفر ويكون فيه كل اوبستراكشن. كويس الاوبستراكشن ده لو خد حقنه فيتامين كي حقنه واحده مش هاي دوز ولا كلام من حقنه واحده اوفر نايت تكوركت البروثرومب بالظبط اذر ذان ذيس مالوش اي قيمه يعني مالوش لازمه خالص. لكن طبعا هي حاله فيري تشالنجينج من ناحيه انها الديلي قائم دراج انديوز ليفر انجري قائم جدا جدا جدا. القضيه كلها في ان انا يعني بيثير الريبه داخلي كلمه سيروتيك ما دي غريبه سيروتيك ما مش هدا ما هي الرساله انا عاوز اقولها. لا يعني هي النقطه ايه انا اتعمدت اجيب ايه الصور كما هي هي زي ما هي بقصتها. الله لقيت حتى الكاتس كان بيقول لي ايه الله ده انت عندك سيست وعندك يوز بلين وعندك ليفس روز واسايتس وده مش ماشي كلينيكلي ما هي دي بروبلم ثانيه بالظبط كده. الليفر بايوبسي ما بيردش عليك برضو من عايزه ليه انا جبتها بحالها كده ما جملتهاش. ساعات الكاتس كان والالترا ساوند وحتى بتاع الويب كاتش بروفيشنال بيخليك مسليدنج لك انت شايف ايه. انا قلت الراجل ده دراجن ديوس خلص الموضوع بدات معاه كورتيكوسترويد والحمد لله اتحسن بس فضل السؤال مش كويس جدا معايا من اول مايو لغايه اكتوبر يا مفيش حاجه ما اعرفش بقى هو اختفى واخته اختفت وما جابليش سيره. انا ماشي على كتب بس كان في كان في الدنيا ماشيه كويس قوي. انا حصرته لا ما خدش حاجه لا لا هو كان بالعكس هو الاوتو هي جميله جدا وهي كان فيها مشكله ان البيشنت نقل من كذا دكتور وده خلى المانجمنت مش بسك. لكن العيان سرور ما فكرناش نضيف اميون موديوليتورز اميون موديوليتورز للبيشنت خصوصا ان هو من شهر 4 لشهر 10 ما رجعش كومبليتلي ريكفر ولكن ستيل يعني كنا ضفنا اميون موديوليتورز مع ده خصوصا العيان في سيروزس صعب قوي دراج تعمل سيروزس ان شورت تايم بهذه الصوره. وارد ان هي اكسربيت لكن هي تعمل ده لا فده يعني انا ما اعرفش اي ثينك ان هي تمشي اميون اوتو اميون واضيف اميون موديوليتورز وارفع الكورتيكوسترويد بهاي دوز اكتر من كده اي ثينك ان دي كانت هو ترماجدي هو العين تأدي. هو لكن العيان اتعالج كان عند كذا دكتور ودي كانت مشكله منه ان هو اسكيب من هنا لهنا هنا عايز رابيد ريزلت. هي النقطه بقى ايه ان العين ده العين ده كلينيكلي مستراتيك الالبوم بتاعه طول النهار ماشي كويس والالبوم بس البايوبسي بص عليا ارد يا جماعه معلش استاذنا الالبوم بتاعه ماشي كويس البليت كام بتاعته كويسه جدا ما فيش فيها حاجه الليفر بتاعه مش شارب وسيروتيك والسبلين ده كان فيري اولد تي بي بتاع كان انتريكا من زمان خالص فما كانش عندي كلينيكال داتا امسك اقول ده السيروزس بنسكو وي هاف استاذنا من فضل دكتور عمر بيه وي يعني anyway احنا يعني الحاله دي بتتعرض يعني الحاله دي ممكن اي حد فينا يتعرض ليها. نشكر استاذنا من فضل دكتور عمر هيكل على ذيس فيري جود برزنتيشن وي ويل موف تو ذا